اهلا وسهلا بك ابو حسام استاذ سعد. يا اهلا وسهلا بك. الحمد لله. شلون الاجواء؟ شلون الطريق؟ لا والله ما يعني ما تعبنا ولا بعدين الشرقيه لازم يعني هي الافضل دائما. الله يخليك. وانا سعيد جدا يعني. تسلم. احنا السعيدين وفرحانين ونتمنى دائما يعني يجدد اللقاء ويا حضرتك ان شاء الله لان انت متميز. الله يخليك. الله يخليك. اشكرك. شنو رايك نبلش؟ نبلش يلا. يلا. سلام. يا سلام عليكم، نورتوا والحمد لله على السلامة وكل الهلا بيكم. شلون البصرة؟ تمام؟
احنا نرحب بالمطربين المميزين الاصوات البصريه اللي مثلتنا باهم الاماكن وباهم المهرجانات. واثق العزيز كل الهلا بيك وحمد لله على السلامه. واثق الاديب ونرحب بعلي العبودي. احنا سبق وان التقينا ويا حضرتك وحبيبنا الاستاذ سعيد العنبري، كل الهلا بيك الحمد لله على سلامتك. وعلى الفراتي وكلكم واحد ان شاء الله، علي الفراتي وهشام نتشرب بيهم، واخونا ابو ساره الورده نتشرب لك. واكيد نرحب بالدكتور علي هاشم العزيز اللي ما شاء الله عليه، بعدين راح نتحاور ونحكي عن ابداعه. حامد، وما ادراك ما حامد، ها حامد الورده. ونرحب بالفرقه العزيزه الاستاذ علاء عازف الاورج، تشرف بيك العود، وعازف الاورج الاستاذ حيدر، تشرف بيك. ورحب بمهند، مهند كان مخرج اذاعي ونعرفه، ها الان هو عازف اورج ومبدع. كل الاساتذه المحترمين يا ريت تعرفنا عليهم الاستاذ. خط الايقاع الشعبي الاخ ماجد وعدي، تشرف بيك. واحمد وحسام وليدي، اي نتشرف. وحسين نتشرف بيك. طبعا حسام ابن الاستاذ سعد اليابس. احنا مو اليوم مو بس لازم هم خشبه، ها نتحدى بها الوالد. شلونكم؟ شنو اخباركم؟ والله زينين الحمد لله. تمام. شلون جمعت هاي الورود؟ والله هم دائما الحقيقه كانت امنيتهم انه نكون فد مجموعه. احنا من قبل سنتين بدينا يعني بهذا التكوين، لان تعرف اكو ناس مشيت واكو ناس راحت، بس بقت هذه الوجوه. فقلنا لازم هم من خير طبعا مطربين البصر، وان شاء الله كل يعني كل الامل بهم انه فرقه عالميه. انت عالمي، انت فعلا عالمي، فنان عالمي، اشتركت بهذه المهرجانات، ها والناس نعم. وقفت لك ابتهاجا وتقديرا من خلال الخشبه. نعم. بمهرجان اليابان اتوقع. اي اليابان وفي ايطاليا. وفي ايطاليا. نعم. اللي انبهروا. اي نعم. واحنا اليوم محظوظين ان انت موجود في قناه الشرقيه وفي برنامج كلام الناس، سعيدين جدا. الشرف. احنا اليوم نريد نسولف ونغني. حتى ما يقول الله بس قاعد يسولف، لازم شنو؟ لا لازم نستثمر الدعات هالوجوه الطيبة. Thank you.
سلام. عاشوا. الله عليك. عاشوا. عاشوا. والله. أقول يقول يقول أبو سارة صدق حلوة ها؟ شكرا. شنو هاي؟ ها؟ المن المن تهديها هذه؟ أهديها للسمر والبيض اللي بالبصرة. ولا يهونون اللي بالعراق كلهم. إيش معنى إلا بالبصرة؟ إذا أنت متقصد. حبينا ننحاز نوعا ما بس. كل الهلا بيك. حبيبي. أستاذ سعد أريد أسألك إيش عجب العنصر النسوي بالفرق الحالية مفقود بالرغم هو كان موجود. طبعا كانت فقط تلفزيون قبيل فقط نقابة الفنانين بس من بعد 2003 بدأ العنصر النسائي يسحب نفسه من هذا المجال خاصة الغنائي والفنون الشعبية. من كان أبرزهم؟ يعني كانوا كثير من الفنانات سوها كانت سوها عبد الأمين هي من العناصر الجيدة واخذت مجال واسع في بغداد. بس أسمع أكو فرق نسوية لها علاقة بالخشابة عندنا فرق معروفة يعني مشهورة بس للحفلات النسوية هي بس هذا بعدها موجودة يعني؟ هي موجودة هذول يعني شغلتهم بالأحراس بس الخاصة بس يعني ما يطلعون لا 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 التلفزيون يعني نادر ما يطلعون لي. بس أنا أريد أقول لك شغلة أستاذ سعد أنت يعني تحاربت كثير وكان أكو ناس يشوفون هاي الشيء حرام وكانوا يحاربونك وأنت بقيت مصر يعني تحيي هاي الحفلات وأتذكر بالسنوات يعني بعد 2003 كان صعب بالنسبة لكم كل الصعب كان يعني كنا نجي عازف الكمان يخلي الكمان جمالته بقونية كنا من ندخل للمسرح أبو الإيقاع حط يعني ما أقول يعني الكفر مال الإيقاع ما إذا تباع له ما شو بتقول هذا إيقاع ولا الكمان ولا العود حتى دخولنا كان خفية هسه اختلف الوضع يمكن لا اختلف طبعا اختلفت يعني كذا لأن احنا ظلينا مصرين على هذا قلت لك انا جد ظروف صعبة يعني حتى الفنانين كنت اعتمد عليهم ظلوا ما يجوا فكنت اجيب اي شخص اي هذا اجي حتى اقول انا كنت بالنقابة كنت نائب نقيب الفنانين انه اجيبهم اقول له تعال حتى نعطيك هوية مع النقابة اعضاء لانه اجي بي هو فنان بتشان يخاف يوصل للنقابة نعم استاذ سعد تعرف الخشبة يعني سعد اليابس هذه متفق عليها منو كان قبلك وشون صارت هذه الخشابة وشون جبتوها وشون كملتوها أريد أسألك بعدين أكو شيء على الخشبة هي مدينة البصرة بحدها تختلف عن بقية المحافظات كلها كموقع جغرافي كانت يعني هي متلاصقة ويا دول الخليج وغيرها فكانت أكثر الفنون ناخذها ويأخذون من عندنا يعني أكو فنون مؤثرة يعني الخشابة هسه إذا تروح للمناطق مثلا الكويت السعودية تشوف الخشابة بس أكثرهم دولي وين كان سكنهم زبير والفاو هم أكو يمكن الأخ سعيد هو أعرف بهذا المجال فإلا الخشابة هي الخشابة نفسها أصولها يعني نوجدت بالبصل هذا كانت فرق عديدة جدا بحيث أبو الخصيب يمكن قد 10 فرق كانت وسموها شدة ما سموها فرقة شدة الخشابة تجي المنطقة الزبوية لا ما شاء الله شيخنا اللي هسه الله يطول عمره شيخ الكواسير نسميه من عدنان الله يطول بعمره أو صباح لا يزال موجود بس تعرف كبار وهذا كان هو محافظ على هذا منطقة أبو الخصيب كان بيها خلف السعيد كان بيها ربيع وبعتيقة هذول كلهم كانوا يعني تستمتع من تقعد بجلسات بالبصرة عندنا داخل المدينة محمد بتور حسين بتور هذول كلهم كانوا احنا بدينا بالسبعينات نقتحمهم شوي اي
فكنا يعني ها والخشابة شنو؟ ما تشوف قبل بالخشابة يعني واحد عمره أقل من 35-40 سنة، ما أي كبار دائما، لأنه تعرف سهر بالليل. وقبل كانت يعني أهالينا أنت بالسبعة لازم بالبيت، فما أكو بس هالمجال. من يصير أعراس شفنا نطلع نباوع نقعد ونباوع لهم شوية ونحن البيت. اللي يتأثر بهذا المجال تأثر، واللي ما تأثر. إحنا من الناس اللي تأثرنا بهذا الفن الخشب. يلا إحنا ما نريد بس نسولف، شو تقول أستاذ علي؟ شو تقول؟ ها؟ أنت كيفك؟ أنت كيفك؟ أنت تدلل علينا، صوتك حلو وأنت وسيم و... أحلى وأجمل. أنا عد أغنيتي الخاصة اللي هي غني لعدندنا. أي سمعت أنت طبعا كلمات الشاعر الكبير طارق سلمان والحان طارق الشبلي الله يرحمه. الله يرحمه طارق الشبلي من الملحنين البصري الكبير الله يرحمه. يلا نسمع. غني لعدندنا هالفرح الكوانا، غني لعدندنا هالفرح الكوانا، الدنيا عدنا صفا، الدنيا عدنا صفا، كل ليلة راس السنة، كل ليلة راس السنة. غني لعدندنا هالفرح الكوانا، غني لعدندنا هالفرح الكوانا، الدنيا عدنا صفا، الدنيا عدنا صفا، كل ليلة راس السنة، كل ليلة راس السنة. شكرا جزيلا، شكرا، ابدعت. كل ليله راس السنه ها؟ نعم ان شاء الله كل ليله راس السنه على العراقيين والعراق ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. والله مشكور، والله عايشتنا اجواء حلوه. حامد والله شي يحكي طيني يعني ما جاي خلينا نسولف، هو يحكي. شو تقول حامد؟ هسه اللي سمعك حارمينك ها؟ شاي ضيفت لنا نعم الله لك مشكورين. بس شاي بس شاي شاي ممكن شويه قهوه. طبعا استاذ سعد اليوم ما راح يقدر يكسر لنا، يمتى اخر مره يعني انت تركت بعد صرت بس تقود الفرق؟ لا هم يعني قبل اسبوعين جينا لبغداد كانت عندنا حفله. اي عزب. بس قلت لك منو قاعد شويه اسم الله عليك، صار عندي سوافان بس من افتح شيء فايدي شويه ثقلت. حكى حامد شنو الاختلاف؟ هي الفتاه اللي انا طلعت بيها هم الولد توهم كلهم باجين يعني حامد خاصه لان حامد اكبر من عندهم. اولا خدمتني انا حالتي يعني. اولا الاعلام لان كنت مؤسسه فنيه، هذه المؤسسة الفنية هي دائماً بالواجهة بالتلفزيون اثنين كنا بأعمالنا
انه كان عندنا فاصل ايقاعات شعبيه. شوف هذه الاله اللي احنا نسميها الدنبق الوحيده اللي نوطه ما تمشي هذه، يمكن دكتور علي يفهم شغلته، التكنيك اجتهاد من عندك فتره. فجربت جقدك واسير انه اطلعه فاصل يعزف فاصل وحده وزنه، هذا ما حد قدر يسوي، بل انه شلون تقول عايشه وياك بدمك هذه الآلة. هسه منو عندنا يسوي الفاصل؟ الفاصل هسه احنا عندنا كدائره هسه حسام اللي باقي بالدائره، بس فقط بقى بس حسام، مو بس انت، لا لا بالايقاعات اي بس هو بقى، بينما كنا خمسه، كان ستال الحج الله يرحمه وانا ومحمد خميس وسعد خميس. شنو هذا الفاصل؟ فاصل ايقاعات هذا اللي اطلع بيه انا، يعني انفراد يصير، اعزف تكنيك. نقدر نسوي؟ تكنيك واحد يسوي. ما نقدر. ما تمرنا، اي ما متمرنين عليه. فلهذا اختلفت عنهم بشغله. اما الولد عازفين، بس شنو تنقص؟ هو كل واحد اللي الفن، ماكو واحد فنان يقول انا 100%. فن دائما يبحث ويجتهد. مو هالشكل كله. فطاح الفنانين يقول لك من السئلة، يقول لك أنا بعدني ما واصل 75، وهو فنان أو موسيقى عالمي. فلهذا شوف كل من إله في الطريق باللعب ولونه. هذه الطيران لازم إحنا اليوم نوظفها، ونوظفها من أخونا أستاذ سعيد، ها، لأن هو ما شاء الله عليه صوت وإبداع. الله بالخير، احنا مشتاقين لك. هاي الطيران نريد نوظفها اليوم، شلون؟ ها؟ شو تسمعنا؟ حبيبي والله. شو تسمعنا؟ يقول يا ناس احبه وخلي غايب. اي. اجيب منين يا روحي حبايب؟ اي. يلوموني اذا غنيت ليلي. اي. الا يا ناس صافي حاير مو بدي. اي والله. هذا حد. هذا حد. شلون نعيدها شلون؟ يا ناس هلا، يقول يا ناس احبه وخلي غايب. اي اجيب منين يا روحي حبايب؟ اي يلوموني اذا ونيت. هلا يا ناس حاير مو بدي. يا سلام يا حبيب قلبي والله. يا سلام. ولو احنا القاعده والاساتذه الطيبين. نعم. وتحياتي طبعا للقاعده، وتحياتي لك وكل الفنانين اللي لها القاعده الحلوه. تسلم. انتم شموع ان شاء الله، وكل فنانين بغداد والبصره ان شاء الله يبغون فنانين ويبغون شموع ان شاء الله. انا بصراحه حبيت شغله بيكم، واحد يحب الثاني وواحد يساعد الثاني، وخاصه قبل التصوير اشوفكم متساعدين مع بعض، وهذا الشيء حلو. الله يعزك. نسمع. يلا. شو تقول دكتور؟ أجيب منين يا روحي حبايب؟ يلوموني إذا ونيت ليلي، يلوموني إذا ونيت ليلي. هلا يا ناس عاشق مو بدين، هلا يا ناس عاشق مو بدين، هلا يا ناس عاشق مو بدين. Yeah.
شنو هذا الجو اللي سويته لنا يا والله مشكورين. بس رت المايك رد اسال الدكتور. دكتور انت رسالتك مال الماجستير كانت على النهم على اللون البحري، ها شنو هذا اللون البحري نعرفه للناس بالضبط؟ كتبت عن اغاني البحر في البصره. بس احنا عندنا واثق الاديب حصل بهذا اللون الاول الثاني ها بمهرجان بقطر، مو صحيح؟ اي يلا سمعنا العاد شيء. الله ويا مال ويا مال ويا مال مريت ازور خلتي ما لقيت احد بالدار بالي تكدر عليهم وما دريت صار ويا مال ويا مال مدري بلا صابهم مدري بلا صابهم مدري بلا صابهم ولا البيوت أسرار ويا مال ويا مال نبيكم صلوا عليه. الله الصوت والسلام عليكم العافية. يا سلام يا سلام مشكور حلوين ما شاء الله. ها هم كوكتيل عدو يعني ما مختص بمجال واحد بس هي هاي الحلوة فنانين البصر إنه مو يقل يعني عنده استطاعة يغني لك أي مطرب أي كلثوم ما دي إيش ما يعني ما يخلي شيء ما يغني. لهذا شوفهم متفوقين بالحفلات غزوا منطقة الشمال هسه هنا أزيال مطربين من أهل البصر وبغداد أيضا يمكن أنت تدي بيها أكثر مطرب. على طاري أم كلثوم مو سمعتك تقول أم كلثوم يغنون؟ ايه 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 انتو هم تسويتوها مع الخشابة أم كلثوم؟ نعم مو؟ نعم ها؟ مو صحيح؟ مع الحب إيه يمكن؟ اي بالضبط يعني وظفنا الإيقاع البصري اللي هو الخشابة بالأغاني المصرية بصورة عامة يعني بس الفترة الأخيرة حتى الأغاني التركية وحتى الأغاني يعني الخليجية صارت يعني هذا الإيقاع البصري اللي هو يعني نشأت بالبصرة بس شنو يعني وظف للأغنية المصرية. أغاني كلثوم عبد الحليم فايز أحمد وغيرها يعني كلها غنت بالإيقاع البصري. نسمع أستاذ سعد شيء مصري شيء غير عراقي بس بلون خشابة. الخشابة احنا عندنا بس نسيت استذكر فشيء يمكن من ساعة قلت لك بيه انه ما ننسى قامة من قامات الفن الشعبي انتقل الى رحمة الله هو الفنان محمد سالم الله يرحمه الله يرحمه لان لازم نذكر مثل هيك جلسات لانه كان له فدو في غناء المقام خاصة الله يرحمه. احنا صنعنا ويا حلقة اخر جلسة بصرية خشابة كانت في البصرة وكان ويانا الملحن الاستاذ كاظم قزار وهو ابدع
وكانت روحه جميلة ويبقى هو خالد بيناتنا لأن دائما يغني من كل ما عنده من قوة. الله يرحمه وفعلا ترك أثر طيب فني وأخلاق. الله يرحمه. شو نسمع فتشي العلاقة بالمصري نسوي خشابة. خشابة يا أم كلثوم حبي إيه.
سلام، شنو هالاجواء الحلوه ها؟ شكرا جزيلا، يعني صدق عايشتونا اجواء حلوه. اكيد هسه ملايين من الناس يتابعونا ويشوفون هذه الاجواء الحلوه ومستمتعين من خلالكم. استاذ سعد، اكو معلومه يقول لك قبل، ما اعرف اذا هي هسه موجوده او لا، طبعا انا سمعتها من شخص غير عراقي قبل فترة، كنت مسافر، قال أنا كنت أجي للعراق وكنت أقعد بالبصرة ونستمع لهذه الجلسات، ويقولون من يكسر الكاسور إذا انشق يطقها على رأسه. أكو هيك معلومة؟ بس هاي مشكلة، هاي أنا سويتها، قالوا لي في الله فنك. كان أكو كيف كنا نمشي ويا حسين بتو، فقاعد كنت لابس بدون عقال طبعا، خشابة دائما شرمبة يسوون. إيه. شلون؟ شرمبة. إيه. وكان راقص. فظليت أدق أعزف وهذا طب طقت هذا. طق بس مو دمبك، تقول شايل صبابة. قوي هاي دنابك مال حسين بتو كانت. الفخار ماله ثقيل. ما كنت لازم تطقها انت، شلون انت تسحبها؟ طقيتها وسحبتها، انطوني دمبك ثاني، خليتها هنا جاي اعزف احس بشي يمشي هنا، طلع دم. دم هنا اخذني الدم. يعني هم كانوا ليش اصلا يضربوها؟ ايه هو يقول لك مثلا هسه شلون واحد مثلا كاظم بيده فتشي وانكسب بيده يخليه ويطقه بالقاع. يعني هي عادات هي تقليدية هي. يعني كانوا فعلًا؟ كانوا طبعًا طبعًا. زين هاي شون يعني هاي يعني؟ هي هسه ماكو هاي الحالة. لا ماكو. قال طلبوها مني فد نوبة. يعني مدير عام عندنا قال لي بيك تسوي هذه على المسرح تسويها. سلام طقيت نفسي طعت. لا صح عارفة. بيها خطورة طبعا، بس انا سمعتها بوقتها ما استوعبتها، قلت يعني معقولة ورا ما تعزف؟ بس يقول لك ورا ما يعزف اذا شقت او طقت. العفو سعيد العنبري هم مره سواها. اي سعيد من سواها ما انكسبوا يعني بطلع دمه راس. وقتها كان وديع احنا ماكين فاصل خشابه ودمه كنت فاضل حسام وجاء يكسر ما خدر 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 لا انت سمع التعليق مالتي شنو شنو لا بس هي لا ثقيلة خاصة لا ما كان هيجي هسه بعد أفضل هاي هسه صناعة. احنا طبعا سعيدين جدا، نتمنى نستمر أكثر، بس شنو نسوي يعني الظروف اقوى الوقت. احنا نختمها باغنيه نهديها للبصره بهذه الوجوه، واني اشكركم جميعا، اشكر هذه الجمعه بقياده استاذ سعد اليابس، وان شاء الله تتكرر هذه اللقاءات، وشكرا جزيلا على هذه الجمعه الجميله. ان شاء الله ان شاء الله يكون عند حسن ظنك وظن الشرقي. تسلم. والشرقيه تعتز بك استاذ سعد. الله يحفظك. انت عزيز وغالي وقامه كبيره، وحافظت على هذا الفن الأصيل اللي فعلاً أصبح صعب الحفاظ عليه، بس أنتم ما شاء الله عليك، ومن خلالك طلعت فرق جديدة وما شاء الله، ومتواصلين بهذه الرحلة. نتمنى طبعاً جلستنا تكون أطول وأكثر، بس الوقت انتهى. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا، والختام راح تكون بهذه الأغنية نهديها لكافة العراقيين وإلى البصرة العزيزة. ألتقي بكم إن شاء الله بحلقات قادمة، مو عبالكم بس اللون البصري، أي لون غنائي عراقي جميل إلى حصة بالشرقية، وخاصة من كلام الناس. راح نسلط الضوء على كافة الألوان لأنها تستحق الدعم وتستحق أن احنا نفتخر بها. إن شاء الله أكو جلسات قادمة بصرية وغير بصرية. إن شاء الله نلتقي بكم على حب الله والوطن. رن العود أنت الخشابة واسمع الخشبة محلى حياة يا رن العود أنت الخشابة واسمع الشوق محلى حياة يا بيت هالليلة هالليلة
البصرة والأشجار تحلى الليالي سمعنا يا أبو العود والغالي غالي بالبصرة والأشجار تحلى الليالي سمعنا يا أبو العود والغالي غالي تدرينا تدرينا وقتك يسلينا تدرينا تدرينا وقتك يسلينا يا بنت